وش خطتك المستقبلية يا عامر؟ أكون أسرة وأصير عنصر فعال في المجتمع ويشار إلي بالبنان، وأكون أو لا أكون. ما شاء الله ما شاء الله، حدثني عن طموحاتك. عندي أولويات يا عم، أهلي وزوجتي وأهل زوجتي، سعادتي من سعادتهم لأنهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. هذه بنت الغالية روضة، وهذا عامر. عاد أنا استأذنكم أجيكم بعد شوي. أنت روضة؟ إيه؟ مع أنه المفروض بالجامعة. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله، وش ذا الزين وش ذا الجمال ما شاء الله، الله لا يضرس. يا رجال خليك ثقيل، اذقر اذقر، ترى البنات ما يحبون الرجال الخفيف. هل تفضلين الزوج التاجر أم الفقير؟ أفضل التاجر، فكره وثقافته وتعامله. طيب وش دور الزوج والزوجة بالبيت؟ الزوج هو رأس العائلة، والزوجة الرقبة اللي تحرك الرأس. أبلش، جواب ذكي وغامض وخطير، وأنا ما أحب البنت المغرورة والذكية والغامضة. وش تقصد؟ أقصد أن المقابلة انتهت والشوف الشرعية تمت، وبتجيك النتيجة من أمي. صدقت عمتي حصة يوم قالت شايفة نفسها وثقيلة ومغرورة. بس والله زينة، الجمال مو كل شيء يا عامر، خليك ثقيل زي ما قالت عمتك حصة. السلام عليكم. مع السلامة. أنت شايف نفسك وش عليه؟ ليش ما تبيها؟ مغرورة وشايفة نفسها. أها مغرورة وشايفة نفسها، هالكلام هذا أنا قلتها لأمك، بس أمك الله يهديها راسها يابس ما تسمع الكلام. أقول أترك الموضوع علي وزهلها بس. معصي، ما بيك تتدخلين بيني وبين ولدي. عاد أنا قايل لكم هذه شروطي، إذا ما توفرت ما راح أعرس. من زينك عاد شروطي وشروطي، ومن اللي بيقبل بك انت انتو شروطك ذي؟ خل واحدة تقبل بك اول. لا يا شيخة، الحين مو بتبوني اتزوج واستر على نفسي؟ خلاص جيبوها على هواي. انت مو قلت تبي واحدة جميلة ومثقفة؟ هذه البنت جميلة ومثقفة. لكن هذه ما طلعت مثقفة، طلعت فيلسوفة وذكية. وانت يا لكمخة تبي واحدة غبية؟ عندما يجتمع الجمال والخيال وكيد النساء في امرأة، تأكد انك في مأزق. مأزق؟ مأزق؟ والله اللي بتاخذك هي اللي في مأزق. بعدين هالجملة ذي من وين سارقها انت؟ من المكتبة. قصدي الزوجة الذكية يا عمة تورط زوجها. اي هذا اذا كان ذكاء الرجل الله بالخير. عارف قصدك يا عمة وبمشيها، بس ابيك تدورين لي على زوجة ثانية. اقول يا ابو صالح. سم. ابيك توصي ابو صالح، لا تعرف انت جواد، بس شرطنا في الابشن. في الابشن؟ موتر ولا بنت؟ زوجة العامر، يبيها كاملة الوصاف. كاملة المواصفات هذه لازم تفصل تفصيل. بندور رقع، بس لا تنسى توصي زوجك وبناتك اللي قوة جودية تعلمنا. وكم الموديل؟ قصدي وش المواصفات؟ يجي 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 عجيب والله. طب هو راح فين يا حق؟ ليه؟ هذه حياتكم العزوبية، تابعون مسلسلات ومتسدحين بس. كمان زميله كمان. أي الله عامر، ما شاء الله، وش ذا الزين، وش ذا العطورات، ما هي بذل عادة؟ لا يا شيخ، الحمد لله كل يوم خطبة ونظرة شرعية، ما نمثلكم. يا عيال يا عيال، باركولي أخيرا لقيتها. ألف مبروك، أهم شيء يكون جيراننا كويسين وكل شيء فيها جديد. إيش دخل الجيران؟ أنت مو بتقصد الاستراحة الجديدة اللي ندورها؟ لا يا بوي، أنا خلاص لقيت نصفي الثاني. يا بوي أنا كتبت كتابي. يعني صرت مؤلف؟ يا فقي أنت ما تفهم؟ خلاص حطلق العزوبية، أنا حتزوج. آه حط على السعودية الرياضية. قول عامر، وش رايك بذا البنت؟ أعتبرها عادية، ما عجبتني، عسى ما كلمت أهلها. ما عجبتني؟
أقول يا توم كروز، تعرف من هي ذي؟ من هي؟ هذه كاترينا غزال، ملكة جمال الكون. إذا هي كاترينا غزال، أنا عامر علي وما عجبتني. عامر علي كلاي؟ أقول أنت متى تفهم، أنت متى تفهم؟ إذا ملكة جمال العالم هذه ما عجبتك، من اللي بعجبك أنت؟ نظرت خشتك أنت في المراية، نظرت وجهك أنت، أنا متأكد أنك ما شفت وجهك من زمان. عاد أنا ما عجبتني، ودوري لي غيرها. يا ربي ذا الولد ذبحني، وش أسوي بك ها؟ أذبحك أذبحك أنا أذبحك. أبشرك يا أبو عامر، مصالح لقت الفل أبشن اللي تبونه. تهدأ تنكت أنت؟ زوجه العامر. من هي بنته؟ وني قالهم؟ بنت أبو خالد هامور العقار. أبو خالد ما غيره؟ إيه أبو خالد راعي العقار، لكن الشرط انشرط، تدفعون عند الرؤية الشرعية عربون، إذا جازت لكم البنت زين على زين، وإذا ما جازت يروح عليكم العربون. حاشا، هذه قطعة أرض ما هي زوجة. لقيتها يا ام عامر. بشري عسى لقيتيني شغاله. شغاله؟ كل على همه ساره وانا على همي سريت. لقيت العروس اللي مفصله تفصيل على عامر. ما يجي منك الزين. الزين عندنا والشين حوالينا يا حبيبتي. لقيت العروس اللي مفصلتن تفصيل على عامر، كاملتنا الاوصاف وش زينه تقل غزال. زين اللي لقيتكم، اسمعوا. اقول اسمع انت، والله لو انك ما انت ولد اخوي ما اوقف معك، بس ايش اسوي؟ ولد اخوي لازم اوقف معك. بشري لقيت لك عروس. من هي؟ هيفا. يلا من فضلك، ومالك الا هيفا. الاسم بطل، بس ابي اشوفها. قالوا بيسالون عنك ثم نتشوفها. عادي خلهم يسالون. مبروك مقدما. ماذا يعني لك الورد؟ يذكرني بجمال وعبير زوج المستقبل. من هو مخترع مكينة الخياطة؟ وش جوك انت؟ ايه هذا زواج مو بلعب عيال. جاوبي سريع سريع يلا. المخترع سنجر، عام 1848 ميلادي. هل تعرفين لغة القمر؟ انا اعرف بس لغة الشمس. اجل انت قوطية؟ ايه نصروية وافتخر. الحمد لله الذي اظهر ميوله قبل ما يصير خطبة ولا الزواج. يعني انت هلالي؟ ايه هلالي، انا الزعيم الشقردي العالمي، ولو مهرك بريال ما دفعته. وانت لو تدفع مليار ما قبلت فيك يا الطاقية. لا يا شيخة من زين وجهس. كره، مع السلامة. ان شاء الله نرد لك خبر في اقرب فرصة. عامر وين رحت يا عامر؟ سمي يا عم موجود. تقدر توكل على الحين وبرد لك خبر. يعني امشي؟ ايه امش رح. مع السلامة. ها بشر وصار ما تصلح. شلون ما تصلح؟ شلون ما تصلح يا اخوي البنت هذه فيها كافة المواصفات، ربة بيت متعلمة مثقفة. ايه بشينا. وش نشينا يا روميو؟ من زينك انت وجهك يعني خلاص مستعد تتزوج انت؟ انا قايل لكم ابي زوجة فل اوبشن. صبون جميل الله المستعان، صبون جميل الله المستعان. طيب ما علينا، تعشيت؟ لا ما تعشيت. شلون اتعشى وانا جالس عند الرجال؟ خلاص اجل، ايش رايك نتعشى عندي في البيت؟ فكره حلوه، يلا مشينا.